أبل تحدث جهازها المحبوب آيباد ميني وتخرج نسخة 2024 للأضواء. لم يشهد الجهاز ترقيات جذرية، لكن التحسينات المقدمة كانت مهمة وضرورية. لنتعرف أكثر على ما جاء به آيباد ميني 2024. مراجعة سريعة. آخر جيل من آيباد ميني تم إطلاقه سنة 2021. عرف وقتها ترقيات مهمة مثل لغة تصميم عصرية مع إزالة الزر الميكانيكي في الواجهة ونقل مستشعر البصمة لزر الطاقة، بالإضافة لتحديثات مهمة في المواصفات والأداء بالخصوص. هذه السنة الأمر مختلف، الجيل السابع من آيباد ميني شهد أقل عدد من التحديثات في تاريخ الشركة. نبدأ بالتصميم الذي بقي كما هو بالحواف السميكة المحيطة بالشاشة بنفس أبعاد السنة الماضية، وفي الخلف هيكل معدني بالكامل من الألومنيوم مع عدسة وحيدة في الأعلى. على اليمين نجد موصل مغناطيسي خاص بقلم أبل بنسل، بالأعلى زر الطاقة مدمج من مستشعر البصمة مع أزرار خفض ورفع الصوت وسبيكر. في الأسفل سبيكر ثاني لصوت السيريو مع مدخل شحن من نوع USB-C. لا وجود لمدخل شريحة اتصال فيزيائية في النسخة الأمريكية. يتوجب على المستخدم ربط شريحة إلكترونية eSIM. مع ذلك إن كان هناك توفر رسمي للجهاز في وطننا العربي سنراه بأي منفذ للشريحة، مع وجود نسخة ثانية تدعم فقط الواي فاي. أبعاد الجهاز تجعله مناسبا لحمله بيد واحدة بدون مشاكل، وسماكته لا تتجاوز 6.3 ملم، تجعل تجربة استخدامه مريحة أكثر بالإضافة لوزنه البالغ 293 جراما. بالانتقال للشاشة نجد شاشة عادية من نوع LCD مقاس 8.3 إنش بدقة 2266 في 1488 بكسل بأبعاد 3:2، ولا زال معدل التحديث محدودا في 60 هرتز. لتواصل أبل سياستها في جعل شاشات بروموشن حصرية فقط لأجهزة برو. يخرج الجهاز من العلبة بإصدار آيباد OS 18 الجديد، ومن الأشياء الجديدة والمتوقعة وجوده في قائمة الأجهزة التي ستتوصل بتحديث أبل إنتليجنس، ما يجعله أرخص جهاز سيتوصل بمميزات الذكاء الاصطناعي. بالانتقال للعتاد نجد التحديث الأبرز والرئيسي في الجهاز، وصوله بشريحة A17 Pro الذي رأى النور السنة الماضية مع آيفون 15 و15 Pro، شريحة بست أنوية ومعمارية تصنيع 3 نانومتر وتردد عالي 3.78 جيجا هيرتز. مع ذلك وجب التنويه أن المعالج سيقدم أداء أقل من النسخة الموجودة في هواتف 15 Pro، لأن الموجودة في هذا الجهاز تقدم فقط 5 أنوية لمعالجة الرسوميات، ما يجعل الكفاءة في اللعب وتحميل الرسوميات أقل من المتوقع. مع ذلك لا تزال أرقام المعالج تعيد بأحسن أداء في هذه الفئة. أبل لم تكشف سعة الرام المتوفر بشكل رسمي عند الكشف، لكن التقارير التي نشرت بعد الإعلان صرحت بوجود سعة رام 8 جيجا بايت، ما يعتبر ترقية مهمة من خيار 4 جيجا بايت الذي قدمه الجيل السادس، ويأتي بثلاثة خيارات تخزين 128، 256 أو 512 جيجا بايت. في الخلف نجد كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة 1.8 مع دعم التركيز التلقائي وتصوير فيديوهات بجودة 4K وتردد حتى 60 إطار في الثانية كحد أقصى. في الأمام عدسة ألترا وايد بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة 2.4 لصور سيلفي جماعية أفضل ومكالمات فيديو أفضل. سعة بطارية الجهاز لم تكشف من طرف أبل كالعادة، أشارت فقط للوصول لعشر ساعات من تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات على نسخة الواي فاي وتسع ساعات لنسخة دعم شريحة الاتصال. صندوق الآيباد ميني سيتوفر على شاحن 20 واط يشحن الجهاز لكي لا تحتاج لشرائه بشكل منفصل. سعر الجهاز يبدأ من $500 لنسخة دعم الواي فاي و $650 لنسخة دعم شريحة الاتصال. شاركونا آراءكم أسفل في مكان التعليقات حول جهاز أبل الجديد، هل يستحق الشراء؟